ننطلق لنرحب بضيفنا عبر الخبير الأمني عدنان الكناني. أهلا بك سيد عدنان. إذا يعني كاتيوشا وعبوات ناسفة تستهدف دبلوماسيين بريطانيين أو تستهدف أرتالا أمريكية، تصعيد أمني يفيد برسالة ما، ما الرسالة التي يبعث بها ذلك التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا يعني بك. حقيقة بالبداية نسأل أنه ما هي واجبات الرتل الأمريكي الكبار على اعتبار لا توجد هناك قوات عسكرية أو معسكرات تابعة للجيش الأمريكي، نعم. وبالتالي وجود الرتل الأمريكي في محافظة بابل هذا يعطينا مؤشرات جديدة على التواجد الأمريكي وانتشار التواجد الأمريكي على الأرض العراقية. أما موضوع الصواريخ كاتيوشا التي انطلقت على السفارة الأمريكية، وهنالك معلومات تشير على أنه مكان الانطلاق هو منطقة علي الصالح الملاصقة تماما المحاذية إلى مطار وتقع ضمن حدود البلدية لمنطقة قاطع المنصور. أعتقد يعني هذا أيضا يعني منعطف جديد على اعتبار هذه المنطقة كانت آمنة لحد ليلة الأمس، ولم تؤشر لدينا أي مؤشرات لوجود قطعات عسكرية أو قطعات أو جهات يعني متنفذة ممكن أن تستهدف مواقع معينة سواء كانت دبلوماسية أو خارج هذا الأطار. بماذا تفيد تلك المؤشرات؟ يعني أشرت إلى مناطق آمنة تحولت إلى منصات لإطلاق الكاتيوشا في إشارة إلى منطقة علي الصالح في بغداد العاصمة، وأشرت أيضا إلى تواجد الأمريكي في مدينة بابل. هذه المؤشرات تبعث برسالة ما، ما مفاد تلك الرسالة، خاصة أن يعني الضحية من استخدام الكاتيوشا أولا وأخيرا يعني وبوجود منظومة سيرام هو المدنيين بقرب المنطقة الخضراء، الموجودين قرب المنطقة الخضراء أو في المناطق التي تتحرك فيها تلك الأرتال. يعني هذه منظومة السيروم، هذه يعني منظومة تعمل تقريبا 3500 طاقم في الدقيقة الواحدة، نعم، بعدين كثافة نار عالية ممكن نعم تؤثر على المدنيين المجاورين على اعتبار تعمل وفق مبدأ تقاطع ويا الصواريخ المهاجمة وابعادها عن منطقة الهدف، وممكن ان تقع ضمن اي حي سكني او منطقة سكنية او دور آمنة، فبالتالي تشكل خطر على الآمنين وعلى المدنيين الساكنين ضمن حدود المنطقة الخضراء. هذا يعني جانب الآخر، حينما تستحدث منطقة آمنة وتتحول إلى منطقة برتقالية أو منطقة حمراء، معناته هنالك يعني تراجع نوعا ما في الوضع الأمني أو بالنسبة للقطعات الماسكة الأرض، أو قد يكون هنالك تعاون من القطعات الماسكة الأرض مع بعض الجهات التي تؤثر على الأمن العراقي أو على تستهدف جهات أخرى. نعم، ما الجهد بالتالي نسأل يعني سيدي سيد عدنان، ما الجهد يعني الواجب على القوات الأمنية في هذه المرحلة في ظل وجود ثغرات أمنية كثيرة يعني تؤدي إلى تصاعد يعني وتيرة الاستهدافات وفي مناطق مدنيين؟ يعني حقيقة هذا يذهبنا باتجاهنا على الحكومة العراقية اليوم. التفاوض مع الجانب الأمريكي، أولا لا يجوز للقطاعات الأمريكية التجوال خارج الأطر المسموح بها، لابد أن يكون هنالك تراخيص أمنية تمنح لهذه القطاعات العسكرية وتحدد أماكن تواجدها وما هي الغايات والأهداف. هذا جانب. الجانب الآخر، يفترض على السفارة الأمريكية اليوم يعني ترك الأرض وهذه المنظومة التي نصبت في قلب بغداد والتي تشكل خطر على المدنيين الآمنين، فبالتالي تحولت السفارة من مقر دبلوماسي الى تكن عسكرية، وبالتالي نعم. هذا التحول يشكل خطر كبير على المدنيين وايضا انحراف بالمسيرة السياسية. هل لذلك ان يحد من الخطر؟ يعني كان بودنا ان نتوسع اكثر سيد عدنان، لكن حقيقة هذا ما يسمح به الوقت. على اي حال، الخبير الامني عدنان الكناني، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.